بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت اليوم أشرح لكم طريقة عمل الفقاسة. طبعا هذه الفقاسة كامل تسع ل48 بيضة عادية و120 بيضة فري أو سمان. هذه الفقاسة كاملة. زين، بداية طريقة العمل نشغلها من هنا وتشتغل معانا. طبعا درجة الحرارة اللي الحين واضحة نحن نشوفها هي درجة الحرارة اللي الحين موجودة داخل الفقاسة. فعشان أول ما نبدأ نحن نضغط على 6 وبعدين نحط 37.5 كذا، مرة ثانية نضغط على 6 عشان نضبطها. الحين درجة الحرارة 27.2، نحن نريدها 37.5. فالحين بدأت ترتفع شوي شوي لحد ما توصل 37.5. طبعا هذه درجة الحرارة هنا اللي هي الرطوبة. طبعا هذا كلها اوتوماتيك، اول ما تحط درجة الحرارة الرطوبة اوتوماتيك معاها تتعدل. هذه المنطقة اللي هي هاي الارقام، اللي هي ارقام عدد الساعات، عدد التقليب البيض بالساعات، كل ساعتين تقلب البيض مرة واحدة. فنضغط على ريست مرة واحدة فبيعيد لنا عدد الايام مع عدد الساعات اللي هو عدد تقليب الساعات تقليب البيض. البيض كل ساعتين ينقلب مره واحده اللي هي بهذه الماكينه. هذه الماكينه تمام، متصله مع هذا الواير. هذه عدد الايام. نحسب 18 يوم، نحسب 18 يوم. بعد 18 يوم نشيل البيض طبعا كامل ونحطه على الشبك. نشيل البيض الستاند هذا كامل نشيله ونحطه على الشبك اللي هو على الشبك الارضي. طبعا في ملاحظه انا سيد اقول لكم اياها، ان اول شيء لازم نعبي ماي للفقاسه اللي هو هنا داخل، بيكون هنا داخل نعبي الماي، ولازم كل يوم نشيك عليه. ضروري الماء يكون موجود في الفقاسة كل يوم، لازم نشيك عليه. ملاحظة ثانية ان الكونكتر هذا لما نبطله يكون على اللوك نفسه، ولما نركبه نفس الشيء. اذا بدلناه بالعكس احتمالية كبيرة ان نفقد الفيوز اللي داخل الماكينة. هذه كل المعلومات اللي لازم تعرفوها في الكتالوج. طبعا مكتوب كل درجات الحرارة لكل أنواع البيض. نحن نشتغل على أكثر شيء عليه وعلى التشيكن 37.5. فالحين شوفوا درجة الحرارة تبدأ ترتفع لحد 37.5، تبدأ ترتفع وبتثبت من تثبت على 37. إن شاء الله بيكون الرطوبة متناسقة مع درجة الحرارة، وبكذا نكون انتهينا.